السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقات برنامج صحة ودين. نتكلم النهاردة عن حاجة المجتمع كله محتاجها، هي التسامح وتقبل الآخر. التسامح صفة من الصفات الجميلة اللي كلنا محتاجينها في حياتنا، وتقبل الآخر المفروض ان احنا نتقبل بعض عشان نقدر نتكيف ونتعايش في هذا المجتمع بصورة تكون جميلة وبصورة تكون صالحة. في هذه الحلقة يشرفني أنا أستضيف الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك. حياكم الله دكتور. ويشرفنا إن شاء الله بعد الفاصل الدكتور محمد رجاء استشاري الصحة النفسية. دكتور أسامة، يعني بداية كده، التسامح دي من أهم الصفات اللي المفروض تبقى موجودة عند الإنسان. نعم. معنى التسامح، إيه هو التسامح أصلا؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الإسلام دعا إلى محاسن الأخلاق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: يا رسول الله، ما الدين؟ قال: حسن الخلق. فاستدار الرجل عن يمينه وقال: يا رسول الله، ما الدين؟ قال: حسن الخلق. فكأن الرجل لم يستوعب، فقال: يا رسول الله، ما الدين؟ قال: أما تفقه؟ الدين حسن الخلق. فرسالة الإسلام رسالة أخلاقية لا شك في هذا، وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: من زاد عنك في الخلق فقد زاد عنك في الدين. من زاد عنك في الخلق زاد عنك في الدين. ومن أهم خلق الإسلام خلق التسامح. والقرآن الكريم والسنة النبوية فيها الكثير من النصوص المبينة لهذا. والتسامح هو العفو، هو التجاوز عن زلات الآخرين. في أكثر من قصة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى دكتور خالد، يتضح لك أن من صفات الأنبياء ومن سمات الصالحين فكرة التسامح، أن أنت تكون متسامح والتجاوز. التصافح. وده كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الكعبة، لما جه فقال له: ماذا أنت فاعل بنا؟ بالضبط. فراح قال له: أخ في كريم. فتح مكة. في فتح مكة. لكن انظر إلى موقف يوسف مع أخوته. أي تسامح هذا؟ أي تصافح هذا؟ حينما يأتيه من خطط لقتله ودبر لخطفه ووعه في الجب ولم تأخذه به رحمة، والتقى بهم بعد طول زمن، هل اختص لنفسه؟ لا تثريب عليكم اليوم، مع قدرته على القصاص والانتقام. وهذا هو التسامح الحقيقي، لأن هناك مواطن لا نتسامح بها كما سنبين إن شاء الله تعالى. الموقف الثاني يا دكتور خالد، حينما تذهب إلى سورة ياسين، يوسف النجار، ذاك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى إلى قومه وقال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، إلى آخر الآيات. فضربوه على رأسه وأدموا رأسه حتى سقط ميتا، مات، توفى. فقيل: ادخل الجنة، الله أدخله الجنة بعد موته. فماذا قال يوسف النجار؟ انظر إلى التسامح مع من مع من أذاه. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني إذن التسامح من الممكن أن يدخل الإنسان الجنة، سبحان الله. تسامح وعفى والتسامح، يعني دايما لو حد أذاك وانت سامحته وكانت نيتك خالصة لوجه الله تعالى: أنا سامحتك لله وفي الليلة مش عايز منك حاجة، ده بيخلي الشخص طول الوقت عنده راحة في بعد فيبو. التمكن يا دكتور خالد، بعد التمكن منه والقدرة عليه. لا تسامح مع ضعف، يعني أنت ضعيف شئت أم أبيت تتسامح، إنما أنت قوي تملك الانتقام وتعفو. وتلك نفوس الكبار، يعني فقط لو انا قوي فاملك التسامح فتسامح. طب افرض انا ضعيف مثلا، ضعيف انت مجبر على التسامح، مقهور عليه، لا تستطيع ان تقتص لنفسك، مستضعف. انما ان تعفو مع القدره، هذا هو. مع قدرتك على القصاص والانتقام لنفسك تصفح. فاصفح الصفح الجميل وهجرهم هجرا جميلا. ولذلك النفوس الكبار هي التي تملك خلق التسامح. فانظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية، ثم انظر إلى الكبار. رجل كشيخ الإسلام المظلوم عندنا من البعض،
ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمنه شغب عليه من شغب وسبه وشتمه وضربه وتسامح معه، ومع بعد أن دارت الأيام والأيام دول وتمكن شيخ الإسلام وصار قريبا للسلطان وأوحى أمره السلطان أن ينتقم من هؤلاء الذين شغبوا عليه، فإذا بشيخ الإسلام يقول كلا لا ليس من خلقي هذا، بل ذهب يقدم واجب العزاء لمن أذوه. يعني لمن أذوه. جميل. يعني دايما الله. الصحة النفسية بطرق التسامح من وجهة نظر تانية. نعم. وبمناسبة الصحة النفسية معانا ضيف إن شاء الله هنستقبله بعد الفاصل، وهو الدكتور محمد رجائي استشاري الصحة النفسية. مرحبا يا أعزائي المشاهدين، فاصل وبعد الفاصل نستضيف الدكتور محمد رجائي استشاري الصحة النفسية، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم مرة تانية لنستقبل ضيفنا العزيز الدكتور محمد رجائي استشاري الصحة النفسية. دكتور محمد أهلا بيك. كنا بنتكلم أنا وفضيلة الدكتور أسامة سليمان عن فكرة التسامح، وعرفنا التسامح في الدين وفكرة تقبل الآخر والتسامح والتعايش. كيف يرى الصحة النفسية أو علماء النفس فكرة التسامح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية من مؤشرات الصحة النفسية فكرة التقبل الآخر. تقبل الآخر والتسامح والتكيف، دي كلها ثلاث حاجات أساسية، اللي هو ما يدور حول عنوان الحلقة. يعني عنوان الحلقة بتدور حولين التسامح والحب وتقبل الآخر والتكيف مع المجتمع. بالظبط. دي مؤشرات الصحة النفسية. تقبل، نكون متقبل الآخر، متقبله بديانته، بجنسيته، بآرائه، بأفكاره، بانتماءاته، بهيئته، بشكله. التقبل ده في حد ذاته هو طبيعة ربانية ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الإنسان. إن أنا أكون متقبل الآخر لأن ربنا سبحانه وتعالى كان قادر على أن يجعلنا كلنا بفكر واحد، بشكل واحد، برؤية واحدة، بجنسيات واحدة، بديانات واحدة. ولكن يعني دايما قبل كده عايزين ناخد فكرة التسامح. يعني كنا بنتحدث عن التسامح، عايزين ناخد فكرة التسامح. ماذا يعني التسامح في علم النفس، وكيف لنا أن نتسامح وأن نعفو عن أخطاء الآخرين؟ التسامح سمة من سمات السواء النفسي. فأنا زي ما أنا ممكن أخطئ في حق الآخر وبنتظر إن أكون إن هو يسامحني، أنا لازم يبقى عندي أيضا فكرة إن الآخر لما يخطئ في حقي يكون عندي قدر من التسامح. طيب، بعض المضطربين نفسيا أو أصحاب الأمراض النفسية ما عندهمش القدر ده من التسامح نهائيا، وده نلاقيه مثلا في أمراض زي أمراض الفصام، أمراض الاكتئاب. يعني ده معناه إيه؟ إن الشخص عديم التسامح هو الشخص غير سوي نفسيا وبيعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية. لأنه لو هو إنسان سوي نفسيا ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو أمراض نفسية فيكون عنده قدر عالي من التسامح. فده بيكون مؤشر على المؤشرات اللي هل الشخص ده سوي نفسيا ولا لا. عشان كده ما بقعد مع مريض بسأله هل لو في حد أخطأ في حقك عن عمد أو عن غير عمد، عشان أقيس مدى السواء النفسي عنده او الصحه النفسيه والسلامه النفسيه عنده. فبيقول لي لا، انا لا يمكن ابدا اسامح. لا اسامح، وخاصه التسامح بيبدا من الاشخاص المقربين. فالتسامح يبدا من الاسره، الاب، الام، الزوجه، الاخوه، وبعد كده الافراد العائله، فالاصدقاء، فالجيران، فزملاء العمل، بتتسع الدائره. في حد كلما زادت قدره التسامح كلما كان ده مؤشر على سلامه الصحه النفسيه. في حد اساسا لا يسامح ذاته، يعني فكره جلد الذات، يعني هو بيعاقب نفسه لما بيخطئ بطريقه جلد الذات، اللي هو اذا اخطا خطا صغير. يعني انا قابلت فضيله الدكتور الشيخ اسامه فما وجهتلوش التحيه اللي ينبغي ورحبت بالترحاب القوي، فانا لا اسامح نفسي. يعني حتى التسامح مع النفس هو او دي حاجه مهمه جدا موجود. فكره ان في ناس كتيره فعلا بتأنب نفسها، يقول لك انا اخطات، فيقعد يحاسب نفسه كده قبل ما ينام، وحاجه بيسموها علماء النفس التحدث مع الذات، ان هو بيفضل قاعد مع نفسه يفكر. كمان جلد الذات. جلد الذات ان هو بيقعد يعاقب نفسه ازاي. حتى انا في الاول كده، لان انا عمري ما هقدر اسامح الناس الا لما انا اكون متسامح حتى مع نفسي ومع اخطائي. ازاي من الناحيه الدينيه الشخص يسامح نفسه؟ محاسبه النفس امر محمود، لكن الغلو الانحراف هو الزيادة عن المعدل الطبيعي. يعني حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أنا أخطأت في حق فلان، لابد أن أعترف بهذا الخطأ. لكن الظاهرة غير الصحية
أن أرفع حجم هذا الخطأ وسقف هذا الخطأ وأفضل عايش جوه الخطأ لا يغفر ويحط باليأس والقنوط من كل جانب. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله كما قال الله تبارك وتعالى. لذلك الإسلام في منهجه الرباني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يا سلام، بر وإقساط. إن الله يحب المقسطين. ولذلك جاء الحديث أنا حجيجه يوم القيامة، من آذى ذميا وحمله فوق طاقته، آذاه وحمله فوق طاقته أنا حجيجه يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر أخي حتى في مجادلة أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إن الإسلام يأمر ودين الإحسان، الإحسان إلى كل شيء، الإحسان إلى كل شيء. النبي مات ودرعه عند يهودي في التعامل مع الآخر. يهودي النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه شيئا وأودعه درعه، هذا تعامل مع الآخر وقبول الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي الفاضل تسامح في حق من آذاه بعد أن فتح مكة. هؤلاء أخرجوه وعذبوه وقالوا عليه مجنون وكذاب، وتمكن منهم فتح مكة وأعطاه الله القدرة على أن ينتقم. ماذا صنع؟ قال لهم كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم مع قدرته. ما هذه نقطة مهمة، هو دي جزء بقى مهم جدا. يعني الصحة النفسية يعني كان كنا نتكلم قبل الفاصل انه فضيلة الشيخ كان بيقول انه التسامح مع القدرة على التسامح. يعني انا شخص قادر على ان انا اخد حقي وقادر ان انا ارد الاساءة دي، ولكن انا تسامحت وعفوت، تمام، فهنا كده انا قادر. في بعض الاشخاص ما بيكونش قادر على التسامح، يعني هو مغلوب على امره، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يتصرف ازاي، هو اضعف من ان هو يتسامح. ازاي هنا نقدر نعمل معادلة نفسية ان هو ما يحسش برضه بالضعف وفي نفس الوقت يتسامح ويكون حاسس بالرضا الداخلي؟ هو لازم الانسان اللي بيكون متسامح لديه من القوة النفسية قبل القوة الجسمانية، لان الطاقة النفسية دائما هي المحرك والدافع الاساسي لفعل كل شيء ايجابي وكل شيء خير. الطاقة النفسية يعني داخليا، تهيئة نفسية، مهيئ داخليا، مهيئ نفسيا داخليا ان انا قادر على فعل شيء. يعني بنلاقي كتير جدا ان في ناس عندها القدرة الجسمانية والذهنية والفكرية انه يقوم باعمال، ولكنه الطاقة النفسية بيفتقد للطاقة النفسية للقيام بالاعمال البدنية او الذهنية. طب ده يرجع مثلا لعدم ثقة في النفس، عدم التأهيل النفسي الجيد. كلنا في الحياة بنعاني من مشاكل نفسية بالزبط. ممكن تبقى سلبية بعد كده تؤثر الى درجة ما مثلا من الدرجة. هو ده بالزبط زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هو ده راجع للإحساس بالفراغ النفسي، بالضعف النفسي، بالضغوط النفسية. التربية والتنشئة عليها عامل اساسي جدا. عدم الثقة بالنفس راجع ليه دور كبير ومهم جدا. دور الاب والام في تهيئته نفسيا واكسابه القيم النفسيه السويه. الانسان لما بيكون قادر انه يفعل الشيء ورغم ذلك يتغاضى او يتسامح، ده معناه انه بيمتلك من الطاقه النفسيه والطاقه الايجابيه الكثير والكثير والكثير. والطاقه الايجابيه دايما مصادرها ثلاثه: الطاقة من الله سبحانه وتعالى، أو العلاقة بالله سبحانه وتعالى، في الصلاة، في قراءة القرآن، في الأذكار، كل دي بستمد الطاقة روحانية، يعني علاقتي بربنا بالظبط. الله يفتح عليك. الطاقة الثانية الطاقة من الطبيعة. من الطبيعة ازاي؟ يعني ان انا بستنشق هواء نقيا، بشرب مية، بتأمل في النجوم، في السماء، في القمر، المديتيشن او التأمل يعني. الله يفتح عليك. الطاقة الثالثة تعاملاتي مع البشر، دي بستمد منها الطاقة الإيجابية. يعني فضيلة الشيخ أسامة أنا بتعامل معاه، بقول له، بسلم عليه، بقول له إزاي. وأكتر حد تاخد منه طاقة إيجابية هو فضيلة الشيخ أسامة، ده أكيد طبعا. قبل الحلقة كده يديك طاقة كويسة، يديك الحلقة تطلع بشكل كويس يا حبيبي، يشعر طاقة إيجابية في المكان كله، بارك الله. فدي كلها في التعامل مع ثلاثة أشياء: العلاقة الروحية، والعلاقة بالطبيعة، والعلاقة بالأشخاص أصحاب الطاقات الإيجابية. أنا
بعمل عملية تفريز للطاقة السلبية وبشحن الطاقة الإيجابية. والتسامح والتقبل من ضمن الطاقات الإيجابية. لأن إيه هي الطاقة الإيجابية؟ الطاقة الإيجابية هو كل ما هو جميل من معاني وسلوك وتصرف وفكر، هو ده الطاقة الإيجابية. يعني أصحاب التفاؤل أصحاب طاقة إيجابية، أصحاب التسامح أصحاب طاقة إيجابية، أصحاب التقبل أصحاب طاقة إيجابية. فأنا لو أنا بتعامل مع شخص وبتكلم معه وتحاور معه وهو صاحب طاقة إيجابية، أنا بس باخد منه الطاقة الإيجابية، والعكس. لو بتعامل مع إنسان ذو طاقة سلبية عنده من الكره والحقد والبغضاء وعدم التسامح والكره والشر والكذب وإلى آخره من الطاقات السلبية، أنا للأسف بستمد منه الطاقة السلبية. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنا مش فاكر معناه إيه تحديدا، ولكن ما معناه إن لو في حد جالس في مكان ما تجلسش في نفس المكان في وقتها فورا، لأن قد يكون يحمل من الطاقة السلبية اللي سيبالك على هذا الكرسي أو هذا المكان، فبتستمد أنت منه الطاقة السلبية. يعني على ذكر الطاقة كتير على ذكر الطاقة دايما ممكن حد يقول لك مش كل الناس على نفس القدر من التسامح. يعني ممكن حصل ما بيني وما بين حد مشكلة، ازاي انا ابقى كطاقه كده تبقى عندي وان انا اقدر اسامح، ولاي درجه من الدرجات من الممكن ان اتسامح؟ هي دي نقطه خطيره جدا. لان التسامح نوعان، تسامح محمود وتسامح مذموم مرفوض. التسامح المرفوض الذي لابد ان حينما يهينك انسان يسيء اليك من الطبيعي ان تنفعل، والا ان لم تنفعل كنت مش طبيعي. يعني بيشتمك لو تتغير. النبي كان يتمعر وجهه إذا انتهكت المحارم على سبيل السلام. لكن هناك إنسان سريع الفيء، سريع الغضب، سريع الفيء، وسريع الغضب بطيء الفيء كما في الحديث. الناس أربعة، يعني يغضب بسرعة ويهدأ ببطء، يغضب بسرعة ما فيش توازن في الغضب أو التسامح. بالضبط. ولذلك لما ترى في أن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود بني قينقاع بني النضير بني قريظة في مدينة، ما تسامح معهم. لماذا؟ نقطة مهمة. لأنهم فعلوا أشياء لا تقبل التسامح. التسامح في هذه الحالة خذلان وضعف وخور. لا، يعني إذن في بعض الحاجات غدروا بالمسلمين وتحالفوا مع اليهود وكادوا يطبقون عليهم، فالنبي نزل عليه جبريل أمره بقتال بني قريظة وأجلاهم عن المدينة وأجل بني النضير يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبر يا أولي الأبصار. وقتل عبد الله بن الأخطر ومتعلق بأستار الكعبة، تعلق بالكعبة ليحتمي بها، لكنه كان يهجو رسول الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي بقى مجرم الحرب، رجل مجرم حرب. زي التسامح في حق، يعني مثلا مع الناس اللي بتقتل الناس مثلا في سيناء مثلا او في بعض الاماكن. بالضبط. دي ما ينفعش نتسامح معاه. لا تسامح، كيف اتسامح مع انسان اجرم؟ وبعدين لازم يا استاذ يا دكتور فاضل، ربنا يقول وجزاء سيئه سيئه. انتبه لهذا، هذا كلام مهم في القران. يعني لك ان تفأر نفسك السيئه بسيئه، لك ان تقتص. فمن عفا واصلح فاجره على الله. انتقل من مرحلة القصاص للنفس، لك حق أن تثأر. لكن من عفا وأصلح، لازم نحط تحت وأصلح دي نقطة العفو والإصلاح. ما المقصود بالإصلاح؟ دي نقطة مهمة جدا. أن الشخص الذي تتسامح في حقه يقتنع أن لا يعود إلى مثل هذا الصنيع. إنما إنسان أخطأ في حقك، تسامحت، زاد مرة تانية، زاد، يبقى انت ما عرفتوش. انت هنا سمحت كده بدون بدون ضرر، هنا عفوت دون اصلاح. قال اهل العلم من عفا واصلح. فالاصلاح معناه ان ينتبه الى خطئه وان يقر بخطئه فتسامح في هذه الحالة. ولذلك جاءت الآية الحاكمة في هذا المجال، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن، يعني الحسنه. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يا سبحان الله، يعني ايه بينك وبين رجل عداوه؟ عداوه بغضاء، يبغضك، يعاديك. فاذا انت بخلقك بسمو خلقك كما قلت لك قبل ان ياتي الدكتور،
اسمها أخلاق الكبار. أخلاق الكبار يعني أشوف واحد جاء ومر بمصيبة في الطريق حادث، نظرت إليه كان شتمني وسبني، اتركه سيبه لكن حاشا، كما قلت لك علماؤنا علمونا أن الذي أساء إلي لي أحسن أنا إليه مع قدرتي. ولذلك تجد أن النفوس التي تملك هذا نفوس سوية كما قال الدكتور، نفوس تستأسر الناس بخلقها، تسع الناس بتسامحها. هناك توازن نفسي، توازن نفسي وعدم الخلل. وذلك لما أرسل حاكم الروم إلى أحد حكام المسلمين رسالة فيها عنترية، رد عليه بمثل ردي، قال إلى كلب الروم. أخبرك إزاي؟ لأنه حدثه بأسلوب لا يليق أن يتحدث به، يعني كافر وتتعنجه كمان، لا خد بحضرتك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الأنزل الناس منازلهم، وكان يعامل المشركين حتى أخي الذي كان يحدثه من المشركين ما يقاطعه، يقول له انتهيت من حديثك يا عتبة؟ هل انتهيت؟ خلصت اللي انت عايزه؟ الكلام قبول الآخر. قبوله يعني ايه؟ يعني ايه الآخر؟ ويعني ايه قبول؟ قبل ما ناخد بقى قبول الآخر، يعني قبول الآخر ده شيء مهم جدا، ولكن تأثير التسامح. انا لو شخص دلوقتي حد اذاني او عامل معايا مشكلة وانا تسامحت معاه، ده بيؤثر على ايه؟ ولكن قبل ما ناخد اجابة سؤال هناخد اتصال تليفوني. استاذ سناء، السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا ونفع بكم وتقبل منكم. ممكن اشارك معاكم؟ جزاك الله كل خير، اتفضلي حضرتك معانا على الهواء. عايز اقول الانسان بيقبل على العمل بهمه واخلاص عندما يعلم ثماره الطيبه، وهذا يتضح في قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم فمن منا لا يحب ان يغفر الله لهم. ومن تذوق حلاوة ثمرة التسامح ابتغاء مرضات الله تسامح ولا يبالي، وعن قدرة وعن مجاهدة، لأنه سيعود بالنفع عليه بإخراج أي ضغينة في نفسه، فينشرح صدره ويسلم قلبه وتطمئن نفسه ويرشد عقله، فيكون طاقة إيجابية فعالة على أرض الواقع، فيكون حسن الاستخلاف وهو المطلوب. فاللهم ارزقنا التسامح وكل طيب تحبه وترضاه، وتوفانا مسلمين، والحقنا بالصالحين، وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا اتصالك حاجة سناء، شكرا جزيلا. يعني الناس عندها وعي برضو في فكرة التسامح، كثير من الناس عندها وعي في فكرة التسامح، ولكن دايما الشخص اللي بيتسامح بتلاقيه بيشعر كده بحاله من الارتياح، لان هو بينام وهو مفيش حد بيفكر ان هو مضايقه او حد مفكر ان هو مزعله. احنا الفتره دي بقى في ناس كتير قوي، حد لو حد زي ما بيقول لك الناس ما بقتش طايقه كلمه، دايما تلاقي حتى في الشارع كده في الطريق في اي مكان بس زنق بس على كده، او دخل قبله او عدى منه او مش عارف ايه حاجات بسيطه، او عمل اي موقف بسيط يفضل متضايق وممكن ما يسامحوش، ويفضل قاعد طول الوقت وطول اليوم، وممكن الموضوع ياخد معاه فتره واثنين وثلاثه واربعه ان هو متضايق مش قادر يتسامح. يعني تأثير عدم التسامح والتسامح بيؤدي الى ايه؟ الشخص الغير متسامح هو اول من يصاب بالقلق والتوتر والحالة انعكار المزاج، حالة مزاجية متعكرة وغير ومش في حالة صفو ولا ارتياح نفسي، على عكس الشخص المتسامح. الشخص المتسامح دايما بيشعر بنوع من السعادة، بنوع من السمو والرقي الاخلاقي، بيشعر بنوع من السلام النفسي الداخلي والسلام مع الآخر، ودي مسألة مهمة جدا لضبط التوازن النفسي. الإنسان في عندنا ثلاث نوعيات، في شخص بيبقى عنده دائما وأبدا رغبة للتسامح، يقول لك أنا مهما حصل فيا أنا متسامح مهما حدث. وشخص ثالث شخص تاني ما عندوش قدرة على التسامح في أبسط الأشياء. وفي شخص ثالث هو عنده الرغبة في التسامح ولكنه ما عندوش القدرة، لأن في فرق ما بين الرغبة والقدرة. أنا قدرتي إيه؟
ولكن رغبتي ايه؟ انا رغبتي يبقى عندي قصر. وفي نوع تاني بقى من الناس انا دايما بشوفه، هو عنده الرغبه وعنده القدره، ولكن زي ما بيقولوا كده العصبيه القبليه او الناس اللي حواليه يقولوا انت هتسكت له؟ ما هي دي بقى، انت شفت عمل ايه؟ فبتحصل بقى في حالات الثأر، في حالات المشاكل، ممكن المشكله صغيره جدا ويقول خلاص الموضوع بسيط، فيجي حد يقول له ايه ده انت هتسكت؟ ده مش عارف قال عليك كذا. أيوه. يعني ده حقيقي، منظرك هيبقى في وسط الناس. ده ليه بقى؟ لان هنا القابليه للايحاء، ما هو في اشخاص عندهم القابليه للايحاء واشخاص ما عندهمش القابليه للايحاء. فالشخص اللي عنده القابليه للايحاء انا ممكن اثر عليه تاثير قوي، زي ما حضرتك كده فضلت وقلت ان ايه ده انت سبت حقك، ايه ده تسكت له، هيقولوا عليك ايه، ده عنده قابليه هيحترمك تاني. بالظبط، دي جزئيه، ده او دي نوعين من الاشخاص، الشخص اللي عنده قابليه للايحاء. في بقى شخص تاني مرجعيته خارجيه وليست داخليه. بمعنى ايه؟ ان انا بستمد ارائي من الاخرين، تصرفاتي من الآخرين، أفكاري من الآخرين، قيمي من الآخرين، مبادئي من الآخرين، ما بستقيهاش من الداخل، من فكري أنا، قيمي أنا، معتقداتي أنا، مبادئي أنا. لا، ده أنا اتقال لي يمين هبقى يمين، اتقال لي شمال هبقى شمال. ليه؟ لأن مفيش عندي مرجعية داخلية. ودي مسألة خطيرة جدا لما يكون شخص ما عندوش مرجعية داخلية، يعني ما عندوش ثوابت، ما عندوش ثوابت قيمية، ما عندوش ثوابت فكريه، ما عندوش ثوابت عقائديه. ده من السهل هو جدا، مش كل الناس حقيقي بتبقى عندها نفس القدره من التسامح، بمعنى انه مش كلنا، يعني انا ممكن لو حد قال لي كلمه او ضايقني على قدر علمي او قدر ثقافتي او خبرتي ممكن اسامحه او اعديها له، ده حقيقي، لكن مش كلنا عندنا نفس القدر او نفس طبعا المهاره من التسامح. ازاي انا دلوقتي ازرع في المشاهد اللي بيتفرج ونحن نعاني كثيرا من عدم التسامح، حتى ممكن تلاقي ناس قاعده في بيت واحد واخوات وقرايب وناس قاعدين في مكان واحد وما بيكلموش بعض او ما بيسالوش على بعض مع انهم في نفس المكان، ازاي نتلاشى هذه النقطه؟ خلي بالك ان دي بترجع للاراده، والاراده عندنا كلنا متغير. في حد عنده ارادته 100% ان هو الاراده ان انا، ودائما الاراده هي فعل الشيء اللي النفس لا تقبله بسهوله. الاراده هي فعل الشيء اللي انا مش هكون بعمله وانا مرتاح. هي دي اسمها الاراده. لكن طب ما انا بعمل شيء وانا مستمتع بيه، فين هنا ارادتك اشتغلت؟ فين هنا وانت بتعمل شيء انت حابه او بتفضله؟ فالاراده بتستعمل او بتستخدم او بتقاس بمدى فعل الشيء النفس غير مقبله عليه. زي مثلا ان انا اطلع صدقه بمبلغ وقدره، ان انا لما ادي لحد ملابس اجيبها اشتريها جديده كده واقول له اتفضل فوق ما تحبون. بالظبط، مش هروح اجيب حاجه قديمه عندي واقول له اتفضل، فين هنا الاراده؟ ما عادي ده قديم مش هلبسه خلاص. فهنا دي بيرجع للاراده. فهل الشخص هنا اللي عنده القدره عنده اراده ولا لا؟ لما بنقيس الاراده بنلاقيها اراده ضعيفه وبسيطه، ودي ممكن اي حد فينا يقيسها، انك انت هل قادر على انك تعمل شيء انت مش متعود انك تعمله؟ يعني هل انت ممكن تطلع حاجه انت حاببها ومحتفظ، ويأثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ هل انت عندك القدره على دي؟ ارادتك شغاله انك انت تعمل ده؟ هل انت عندك الاراده انك تعمل عكس ما بتعمل في الخير؟ يعني مثلا انت متعود انك انت ما تصليش في المسجد وتصلي في البيت، طب عندك استعداد انك تنزل تصلي في الجامع؟ دي اراده. انك انت تصوم اثنين وخميس، انت مش متعود تصوم. اذا الاراده مهمه جدا لفكره التسامح. بالظبط، يبقى انا ممكن ادرب نفسي على الاراده وبالتدريج. ان انا ابدا لو بصلي في المنزل او في البيت على طول، لا انزل اصلي صلاه، يقوي عندي حته الاراده، فبالتالي تقوي عندي فكره التسامح كمان. بالظبط، انزل اصلي في المسجد صلاه، بصوم يوم في الشهر وابدا ازود يومين. على كل الافعال دي علشان ابدا ارفع الإرادة عندي، أحفظ بعض سور القرآن الكريم علشان أرفع برضو الإرادة، وهكذا. جميل، يعني دايما إحنا لما بنعمل حاجة بنبقى عايزين نقول أنا دلوقتي سامحت حد، يعني إيه المقابل؟ الصحة النفسية بترى أن المقابل هو راحة وهدوء نفسي واسترخاء. كيف يرى الدين الشخص المتسامح؟ أنا عايز أحفزه أقول له أنت لو سمحت هتحصل على وهتجني ثمار واحد واثنين وثلاثة وأربعة. إن لم يكن في التسامح إلا قول الله عز وجل فأجره على الله، من عفا وأصلح فأجره على الله. ثم هيا نعود إلى القرآن. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يحب الله يحب المتسامح.
إن لم يكن فيه ثمرة إلا محبة الله تبارك وتعالى لدفعنا هذا إلى التسامح. النقطة التي تلي ذلك أيضا، الإنسان يعيش مع المجتمع الذي هو فيه وهو معروف بهذا الخلق. لذلك الدكتور طرق نقطة خطيرة، الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. يعني إيه الصبر بالتصبر؟ ترويض النفس على الصبر وتهذيب النفس. ترويض يعني إيه؟ تعويد. أنا لست لم أصل بعد إلى درجة الصبر، لكني مرحلة أولى أتصبر. أتصبر يعني إيه؟ حتى يصبح الصبر هيئة راسخة في نفسي. خلي بالك يا دكتور، الذي يتكلف عند الإنفاق هذا لو يسمى كريم، لسه ما وصلش لدرجاتي. هو الآن يتكلف، في فرق بين الخلق والتخلق عند العلماء. التخلق أن تتخلق بخلق مع عبء، مع ضغط نفسي تفعله مع ضغط وأنت لست حاببا لهذا، إنما سيأتي عليك وقت تفعل الشيء بروية. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، كما يقول في حاتم الطائي. يعني تعود العطاء حاتم حتى لو أنه أراد أن يبسط كفه، أن يقبض كفه، الأنامل لم تجبه. لماذا؟ لأنه تعود العطاء. لذلك أيام الغزالي يقول عن الخلق هيئة راسخة في النفس تفعل الخلق دون تكلف، دون تكلف ولا مشقة. فالصبر بالتصبر والحلم بالتحلم والخلق بالتخلق، زي ما كل لاعب كرة بتخليه يجيب هدف برأسه، بتعمل له، انت كنت لعب زمان طبعا طبعا، بتعمل له يا سيدنا مين بيجيب هدف براسه؟ باخد راسه وبص. لا، بترفع له كور طبعا على طول، 20-30 مرة لحد ما يتقن ويصل الى هذه المرحلة. اسمه التمرين. النفس تحتاج الى تمرين، تحتاج الى تهذيب، تحتاج الى تقويم. ها، ولذلك كما تفضل الدكتور، النفس الساعة 4:30 تقوم في الشتاء والدنيا طوبة، تقوم للفجر، تحتاج إلى إرادة. أيوة. وإلى عزيمة، وإلى إكراه النفس على فعل الشيء حتى يصبح الشيء هيئة راسخة فيها. لذلك ابن رواحة رحمه الله تعالى أحد الصحابة الأبرار، لما دخل من سبقه في غزوة بؤتة، خلي بالك الأول مات، استشهد جعفر وزيد بن ثابت، كلاهما استشهد. فجاءت الراية إليه فتلكأت نفسه وتباطأت، مصيري كمصيرهما، نموت زيهم أهو. فإذا به يقول لنفسه، اسمع دكتور، أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتيه فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. يخاطب نفسه ويكرهها على النزول، يقول لتنزلن أو لتكرهن. هذا هو إكراه النفس على ما لا تريد. وحط قيمة كمان، وحط قيمة في الجنة. النفس تريد الراحة. وذلك حديث الآخر، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وعلى فكرة دي بقت منتشرة كتير من دول، وعلى حاجات تعتبر يعني لا عدم قيمة تقبل لها. الآخر. إقصاء الآخر. طب يعني بمناسبة تقبل الآخر، مين هو الآخر؟ دي نقطة مهمة. الدكتور مختلف معي في رأي سياسي مثلا، يعني هو من حزب توتو وانا من حزب الامانيا لالالي وانا من حزب الكنبه. احنا عندنا احزاب، ثلاث احزاب جداد على الهواء دلوقتي. قاتل الله الاحزاب، قسموا الناس الى احزاب والى فئات والى طبقات، فحطموا المجتمع. الحزبيه هي الفتنه بعينها. الجماعات الحزبيه الدينيه هذه هي التي زرعت النار، يعني في القرآن الكريم معتصموا بحبل الله جميعا، لا شك في هذا، ولا تفرقوا. هذه نار موقدة من قديم الزمان، هي النار المؤججة، قسمت الصومال وحطمت العراق
وكسرت اليمن إلى غير ذلك. مسألة إن أنا وأنت في شحناء وعدم قبول. كل واحد بيدافع عن رأيه. أنا من بعد الطوفان ولا أقبل أن تكون أنت. إقصاء الآخر. اسمها النرجسية دكتور عندكم؟ النرجسية. النرجسية. النرجسية اللي هو أنا بس. أيوة. كما يقول عندنا في الأرياف أنت كبير وأنا كبير. كلانا كبير. طيب كنا نتكلم عن إيه؟ عن من هو الآخر. دي نقطة مهمة. قبول الآخر. الآخر قال أهل العلم هو كل ما سواي أنا هو. ما سواي هو الآخر. أبي آخر، أمي آخر، أخي آخر، صديقي في المدرسة آخر، صديقي في العمل آخر، جاري آخر. مش كده ولا إيه؟ المجتمع كل من 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 جنس الإنساني مش من حيوان. أكيد طبعا. لا من جنس الإنسان. هذا هو الآخر. جاري نصراني آخر، جاري يهودي آخر. مش كده ولا إيه؟ أكيد. أنسى آخر، خادمة عندي في البيت آخر. يعني أي فيما فيما سوى الذات. فيما سوى الذات. فيما سوى الذات هو الآخر. كيف أقبل الآخر؟ أقبله من ناحية إيه بقى؟ يعني قبل ما نقبل الآخر، في ناس أصلاً ما عندوش فكرة إنه يتقبل نفسه. أيوة. هو مش عاجبه نفسه. فما بيقدرش يتقبل الناس بالصورة وبالشكل كبير يعني. فده له شقين، شق نفسي وشق ديني. إزاي الإنسان يعرف إن ربنا هو أحسن مخلوق في الدنيا؟ وإزاي يتقبل نفسه؟ هو في حتى الدكتور يمكن يتكلم عنها اسمها الرضا عن الذات. أيوة. أن يرضى الإنسان عن ذاته. ويرضى الإنسان عن ذاته حينما يشعر أن الله رضي عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني إذا لو علاقته بربنا كويسة يرضى عن ذاته. يرضى عن ذاته. بالضبط. فيرضى الله عنه. حينما يشعر بالرضا. الجانب الديني. الجانب الديني أن تشعر أن الله رضي عنك. فتشعر أنك راض. وتشعر أن الله رضي عنك إذا أديت الفروض والصلوات. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. ماذا بعد الرضا؟ أنا ربي راضي عني، طب ماذا بعد؟ شراح صدري وطمأنينة القلب واستقرار النفس والهدوء. الله راضي عني يا أخي. ماذا بعد الرضا؟ إنما حينما تشعر أن الله غير راضي عنك تشعر بالتوتر، بقلق، بعدم راحة. هذا هو. فباب الرضا هذا باب مهم جدا. هو إن تشعر أن الله يرضى عنك فبالتالي تكون مبسوط. شو دكتور خالد؟ تشعر بالرضا بعد أداء الطاعة. للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة عند لقاء ربه. تشعر بهذا الرضا عند حلول عيد الفطر بعد أن تتم شهر رمضان. غدا أول أيام شوال خلصت، فحسيت تشعر بالفرح. بالفرح والرضا عن الذات. لأنك أتممت طاعة وأتممت عبادة ربك يرضى عنك بها. جميل. تشعر الرضا بعد الصلاة الجماعة. تشعر الرضا يعني بعد دايما علماء النفس في قصة الرضا والقبول. دايما ازاي الشخص يقبل نفسه ويحبها زي ما هي، وبالتالي يقدر لما يخرج للمجتمع والعالم الخارجي يقدر يحب الناس ويتقبلهم زي ما هو، ويقدر يكون فيه توازن. لان انا لو مش قابل نفسي او مش حبيبها زي ما هي كده، فبالتالي لما اخرج للمجتمع مش هبقى برضو قادر احبهم، لان انا مش قادر اتقبل نفسي. وزي ما فضيلتش الشيخ دكتور أسامة تذكر ان في حب الذات او محبة الذات او الرضا عن الذات، دي اساسها في المقام الاول التربية والتنشئة من الاب والام. هل الاب والام اساسا كانوا بيتقبلوا هذا الطفل وهذا الابن ولا بيحبوه صغير ولا لا؟ بيحبوه صغير ولا لا؟ بيتقبلوه ولا لا؟ دايما بيثنوا عليه في شكله، في مظهره، في افكاره، في سلوكياته، في تصرفاته ولا لا؟ لو العكس بيبقى طالع أساساً كره نفسه، وبالتالي بيطلع كره الآخرين. ولكن اللي أنا عايز أقوله برضو إن مش التربية والتنشئة بس هي العامل الوحيد المحدد لده. دايماً أنا بعرف نفسي من رؤية الآخر ليا. كلنا يعني أنا لما أشوف حضرتك أقول لك حضرتك شيك، حضرتك جميل، حضرتك إنسان على خلق، حضرتك إنسان مؤدب، حضرتك كذا. فبدأت التعرف على ذاتك من خلالي، من خلال الآخر. المهنة بنقول بقى ان هنا هل ده يكون تقييم؟ ده تقييم، وتقييم اساسي جدا، تقييم مهم جدا. لان انت هتعرف منين انك انت حلو ولا وحش الا اذا كان في اخر بيعرفك وانت عندك مرجعيه داخليه. بس دايما وجهه نظر الناس
بتكون على حسب مجموعه خبراتهم وتجاربهم وازاي بيتحركوا في حياتهم. تمام. فهيقيموني على وجهه نظرهم. لا بس اذا اجمع اشخاص ذو علم اشخاص ذو ثقافه مش لازم يكون ذو علم ذو ثقافه يعني لو يعني قد يكون ناس بتقابل فضيله الشيخ الدكتور اسامه وتشوف ان هو انسان طيب وانسان فاضل مش لازم يكون ذو علم ذو ثقافه لا باين من تصرفاته بتعامله بتعامله التصرفات والسلوكيات بالظبط كل ده بمؤشر فانا اقدر اعرف نفسي من هنا وهنا بيبدا يحصل السلام الداخلي وطالما ان انا رؤيتي لذاتي اتفقت مع رؤيه الاخر ده اجمل شيء لان في هنا جزئيه ان في حاجه انت تعرفها عن نفسك والاخرين لا يعرفوها عنك وفي اشياء الاخرين يعرفوها عنك وانت ما تعرفهاش عن نفسك زي إيه؟ وفي جزء ثالث حاجات انت تعرفها عن نفسك والاخرين كمان يعرفوها عنك في بقى جزء رابع انت لا تعرف حاجه عن نفسك والاخرين يعرفوها عنك انا اللي اعرفها بهيبه او احنا كدكاتره نفسيين او محللين نفسيين يعني في جزء اللاوعي عندك هو شيء غايب كل انسان مننا عنده اللاوعي او العقل الباطن هو جزء غايب عنك انت مش مدركه عن نفسك وقد لا يدركه الاخر عنك فهنا بيحصل انت افضل حاله من التوافق لما انت تكون عارف عن نفسك شيء معين والاخرين كمان عارفينه عنك هنا بيحصل نوع تقابل مع الاخر ان يعني انت عارف انك انت طيب وانسان على خلق وانسان كريم والى اخره والاخرين برضو عارفين عنك ده لكن بتحصل الفجوه والمشكله لما الناس تشوفك بشكل وانت مش على الطبيعه دي قد تراك الناس انك انت انسان غير متواضع انك انت انسان متكبر ومتعالي وانسان مغرور بس في الواقع انت مش كده فهنا بيحصل نوع من الصدام او عدم التكيف مع الاخر يا اخوانا انا مش كده والله ده انا انسان طيب وانسان متواضع و الى اخره ولكن قد تكون هيئتك تصرفاتك أو تصرف معين عملته بالزبط. فتحكم عليه ان انت مش كده بالظبط لكن اجمل شيء ان الاخرين يشوفوك بصوره انت كمان شايف نفسك عليها هنا علشان نوصل لفكره اللي حضرتك قلتها ان انا ازاي اقدر اتقبل نفسي ده شيء اساسي ومهم اتقبل نفسي جدا. ان انا اولا لازم اكون في المعاني الايجابيه والقيم الايجابيه اكون متمسك بيها هنا في الحاله دي انا ومرجعيتي ايه ما هو في مرجعيات احنا مش عايشين كده بلا مرجعيات المرجعيه الاولى هي المرجعيه الدينيه دي المرجعيه الاولى الكتاب والسنه كمسلمين جميل المرجعيه الثانيه القيم الاجتماعية هل أنا سلوكياتي وتصرفاتي وعاداتي تتفق مع قيم المجتمع ولا بتختلف معاه والمرجعية الثالثة هي المرجعية القانونية هل الفعل والتصرف اللي هسلكه ده هل هو بيجرم القانون عليه ولا القانون بيبيحه وبيسمح به التلات مرجعيات الأساسية دي دول تلات مرجعيات مهمين إذا وضعتهم دايما معايا سبحان الله الحلقة النهاردة بنتكلم عن التسامح والحب نعم وعايزكم تسامحوني لان وقت الحلقه ضرب على النفاذ مسامحينك هاخد كلمه من فضيله الشيخ وهاخد كلمه من الدكتور احمد فضيله الشيخ عايزين يعني في نهايه هذه الحلقه ونحن نتكلم عن التحدث وقبول الاخر يعني كيف لنا ان ننشر التسامح وقبول الاخر والحب في هذا المجتمع لتكون او تعود الصفه الاساسيه المفروض يبنى عليها المجتمع الاسلام حارب الانانيه والذاتية واعتناء الإنسان بنفسه دون مد يد العون لإخوانه ودون التعاون مع إخوانه ولذلك تجد العجب العجاب في سيرة الصحابة وفي سيرة التابعين وغيرهم فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه بل الإنسان على نفسه بصيرة يعني أدرى الإنسان بالنفس هو نفسه ولذلك خلق التسامح هذا خلق المجتمع يحمده ويحمد لفاعله حتى ولو أن الإنسان رأى أنه فيه ضعف لا ده فيه قهر للنفس وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما لماذا هو الخيرية سمت له لأنه انتصر على نفسه الأمارة نفس الأمارة بالسوء انتصر عليها وقهرها واستطاع أن يكبح جماحها هذا هو الإنسان الذي يشعر بذاتيته يشعر بأنه إنسان له إرادة قادر عنده قدرة على التحكم في ذاته في شهواته وفي شبهات والشهوات
صراع النفس الداخلي هذا. ولذلك امرأة العزيز قالتها وما أبرئ نفسي 30 ثانية إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثم عادت إليها قوتها النفسية. متى؟ قالت أنا روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. شفت يا أخي القوة. الآن حصل الحق. أنا روته عن نفسي. فعموما قضية قراءة النفس هذا موضوع هام جداً في الصحة النفسية. نسأل الله أن يرزقنا حسن الصحة النفسية. يعني كلمة واحدة عشان الحلقة انتهى. بص اللي أقدر أقوله إن أنا دايما أبدأ بأسرتي أحضن أبنائي، أسلم على الصديق بحميمية، أقول لنفسي يوميا قبل ما أنام وكل صباح أنا متسامح مع الآخرين، مع أسرتي، مع أصدقائي، مع زملائي. 10 مرات أقولها قبل ما أنام وأقولها صباحا. جميل، بكل الحب والتسامح بشكركم على وجودكم معايا النهارده فضيلة الشيخ الدكتور أسامة سليمان علماء الأزهر الشريف والدكتور محمد رجاء استشاري الصحة النفسية. أعزائي المشاهدين بكل الحب تصبحوا على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.